السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ما أدري إيش والله أبدأ وين أروح لك. أقول لك إنه حبيت بس أبين لكم دقة الكنترولات والكمبيوترات في بيع السيارات. هذا عندي سوبرمان، ودائما البعض يعرف إنه الكهرباء في سيارة التاهو أو سيارة الأمريكية، خصوصا التاهو اليوكن، وممكن في سيارات الكورية حساسة، فتلاقي البعض مثلا اللي يركب اللدات لازم يحتاج إلى مانع ذبذبة عشان ينظم الكهرباء، لأن الكهرباء فيها حساسة. وأنا سبق ركبت اللد أو زنون 100 واط أو مدري 50 واط، وكان طبيعي عندي، بس إنه كان النور النهاري اللي في السيارات الأمريكية ما يشتغل، صار يرمش بسبب إنه ما تحمل الواط العالي على الكهرباء، فغيرت 35 واط انتهت الموضوع. فاليوم كنت انا اسوي مقاطع، وحبيت انه انا دائما في كل تجاربي ومقاطعي، خاصه لما يكون فيها فك كنترولات، احب اني ادخل بالكمبيوتر وامسح الاعطال عشان ما يسجل لي بكره لما افحص طلع لي مشاكل كبيره، بسبب انه الكمبيوترات الحين تسجل الاعطال بسبب انه فصلت سلك او فصلت شيء، فدائما انا امسح عشان لو صار عندي مشكله يكون عندي الكمبيوترات او الكنترولات كلها مصفره. فاللي لفت انتباهي انه لقيت كود يخص لوحة أو الضوء اللوحة الخلفية، اللي هي لوحة الخلفية. اللوحة الخلفية طبعا أنا مركب عليها لد، واللدات أغلبها في السيارات الأمريكية تعتبر إنه بدون لمبة. أيضا سبق أنا مرة جربت تركيب لد على الإشارات الأمامية والخلفية، صار يعطيني رسالة تحذيرية في الطبلون إنه صورة الإشارة المنعطف الأيسر من الأمامي غير متواجدة، يعني كأنه يقرأ إنه ما في لمبة، لأنه اللد خفيف جدا على الكهرباء، فيشعر إنه اللد أو إنه الإشارة عطلانة أو إنه ما فيها شيء، فكان يعطيني رسالة. فغيرت اللدات حق الوكالة أو رجعت اللمبات حق الوكالة. فاليوم جيت أفحص فطلع لي الكود بي 3083، اللي هو 3-0 أو 3-8-8-3. لما جيت أبحث في الفحص طلع لي اللي هو أضواء اللوحة الخلفية. طبعا لو طلع الأضواء اللوحة الخلفية أنا مركب لها اللي هو لدات، وعشان كذا سبحان الله عشان كذا طلع عندي الكود هذا. فهذه يبين لك إنه دقة السيارات الأمريكية وحساسيتها في الكهرباء. فسبحان الله أنا مو بس استعراض، لكن حبيت أبين أنه أحيانا بعض اللمبات في بعض السيارات أو التعديل عليها في بعض الأنظمة للأسف ممكن يوديك حتى في مشاكل أنت تحمد يعني ما أنت في غنى عنها. وقد سبق المهندس والخبير التقني أحمد الحربي أنه في مشكلة كانت في سيارة ما تشتغل، أو أنه صار فيها الجير ما يعشق بسبب أنه لمبة الفرامل عطلانة أو اللمبة صار فيها مشكلة فقط يعني. وهذه بس تبين لك من درجة حساسية السيارات أو بعض السيارات في الكمبيوترات والكهرباء أنها ما تقبل أي تعديل عليها. فهذا أحد الأكواد اللي هو البي 3883، يبين لي أنه عندي مشكلة في اللوحة الخلفية في الإضاءة، وأنا أساسا ما عندي مشكلة، بس اللهم أني مركب لد، واللد دائما المعروف عند الشباب أنه خفيف جدا على الكهرباء. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.